شكرا. والله نحن ألفنا الهلال الأحمر الجزائري دائما يقدم مثل هذه المبادرات، في تواصل دائما معهم، وهم يرصدون الوضع الإنساني عن قرب بالتنسيق معنا، وكل ما كانت هناك ضرورة للتدخل دائما يتدخلون بدعم من الدولة الجزائرية والمؤسسات الهلال الأحمر الجزائري. كما تعلمون في الإعلان الرسمي والمرسوم الرسمي الصادر عن السيد رئيس الجمهورية فيه استئناف عمليات العمل العسكري، وهذا يترتب عن وضع إنساني جديد، وفي المناطق المحررة يحتمل أن تكون فيه حالة نزوح من هذه المناطق إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، وعلينا أن نأخذ إجراءات استباقية واحترازية للتكفل بكل ما هو في حاجة إلى مساعدتنا، ولا شك أن هذا العمل سيساهم في هذه الجهود. نتطلع إلى أن تبادر كذلك المنظمات الإنسانية الأخرى، نحن في اتصال معها خاصة الوكالات المتحدة، وندعو إلى اجتماع في أقرب وقت ممكن لدراسة الوضع الإنساني الذي يترتب عن مثل هذا الوضع الجديد. نأمل أن تكون فيه معاناة إنسانية، يكفي معاناة اللاجئين أكثر من 45 سنة.